كابتن اشرف. يعني بنلاقي اداء كويس جدا، استحواذ، امتلاك سيطره الامور في المباراه، ولكن في النهايه النتيجه مش بنفس قيمه الاداء. بص، هو بيراميدز بيلعب بنفس الاسلوب مع كل الفرق، وده مش صح. يعني انت ما تلعبش قدام فريق في وسط الجدول زي ما فريق بينافس على الثلاث مراكز الاولى. النادي الاهلي انت لازم كنت تلعب معاه بشكل مختلف تماما. يعني برضه هو كان فكره اللي عمليه الاختراق من العمق او محاوله اللعب مع الاجنب، هو ما قدرش، يعني هو ما قدرش ولا يلعب من العمق بشكل فيه استمراريه علشان يقدر يعمل عمليه الاختراق، لان كانت الكثافه العدديه عند النادي الاهلي كبيره جدا، وهو مش هيعرف يعمل دي لان هو متمرن ان يلعب كده بس. يعني هو لازم يبقى عنده حلول. يعني النهارده لو انت جيت بصيت، معرفش طبعا لو جابوا احصائيه كم تسديده النهارده من بيراميدز على مرمى كتير، بس كام واحده مؤثره؟ ما هو كتير دي يعني من اماكن في عبد الله السعيد كورتين، في فخر الدين بن يوسف، في اسلام عيسى، اللي هي المؤثره. انا عاوز الكور المؤثره، الكرات العرضيه المؤثره على مرمى الشناوي قد ايه؟ هو دي لازم انت بتتعامل معاها، وخصوصا لما انت عندك مثلا المهاجم اللي بيلعب عندك مهاجم كويس جدا بيلعب بدماغه كويس، فانت لازم تستفيد منه في الحته دي. في اوقات كتير جدا بلاقيه فخر الدين ده بيبقى موجود بيلعب بره، متهيألي يعني بيلعب على الاطراف، فانت مش هتستفيد منه بحاجه. النهارده معظم فترات المباراه كان على الاطراف. طب ما انا مش هستفيد منه. كان اسلام عيسى هو اللي بيلعب راس حربه، وفخر الدين يوسف بيخرج من بره ناحيه اليمين، ورمضان صبحي ناحيه الشمال. اللا مركزيه، لو احنا قلنا بقى ده هم بيلعبوا بلا مركزيه علشان يبقى كل واحد في مكان، مين الفرد اللي موجود او مين اللاعب اللي هنا، ما ينفعش قدام فرقه زي النادي الاهلي. لكن ممكن تبقى مع فرقه ثانيه يبقى ما عندهمش ذكاء في التمركز الصح في الدفاعي. فالنادي الاهلي النهارده هو عارف هو بيتعامل ازاي. يعني هو الاربعه اللي ورا كانوا التمركز بتاعهم بنسبه كبيره احسن من الماتشات اللي قبل كده بكتير. يعني اذا كان ياسر ورامي وحتى محمد هاني في الشوط الاول كمان كان بيشتغل كويس جدا، عشان الكواليتي اللي بيلعب عليهم عبد الله السعيد، رمضان صبحي، فمركزين مركزين طبعا. اكتر طبعا. حتى محمود وحيد النهارده ادى بشكل كويس لغايه قبل ما يطلع. لما لعب النهارده سامي قمصان انه يلعب 4-1 4-1، دي حاجه كويسه جدا. ايوه، لما في الوقت لما بيبقى هو عايز يعمل الكثافه بشكل اكتر، ابتدى يرجع الرباعي بتاع الوسط للورا بقى 4-5-1. أيوة. فدي صعبت الامور بشكل كبير جدا. انا لو انا قدام الفرقه زي دي بتلعب كده، انا لازم اجيب الفرقه عندي. انا كل فرقه بيراميدز تاخد الكره وتروح في وسط الملعب عشان تعمل عمليه الضغط بالاستحواذ، بس الاستحواذ بتاعها ما كانش ما فيهوش ايجابيه. فالنادي الاهلي سايبينهم ينقلوا زي ما هم عايزين، ما فيش مشكله. الاهلي لجأ للكوره الطويله، لا مش طويله كمان، وبيلعب علشان يقطع عشان يحط الكوره صح، القفشه عشان يحط الكوره فين؟ زي الجون الثاني بتاع النادي الاهلي ما حصل. فهو ده، ما انت النادي الاهلي كده بيشتغل بذكاء. يعني انا عارف امكانيات الفرقه اللي قدامي، انا دارسهم كويس. فحته ان انت طريقه واسلوب لعب تكيس بالاسلوب ده ما يتناسبش مع كل الفرق، لا طبعا ما ينفعش. ومش كل الماتشات تلعب بنفس الاسلوب ده. في يعني احنا انتوا النهارده بتقولوا دلوقتي ايه، النادي الاهلي ما ضغطش من الاول. لا، النادي الاهلي ضغط من بدايه اللقاء، ضغط وبعدين ابتدى يرجع بقى بيعمل هدف ساعده ان هو يغير الاستراتيجيه بتاعته. طب ما ده صح، هو بيضغط في توقيتات مظبوطه. يعني انت ما تقدرش تضغط، ما فيش فرقه في العالم تقدر تضغط 90 دقيقه، ما فيش، مستحيل. ايوه، احسن فرقه في الدنيا عمرها ما تضغط 90 دقيقه. لازم يرجعوا وبعدين يبتدوا ايه، يضغطوا بشكل جماعي. فالنادي الاهلي قدر يعمل كده، فده نجاح للنادي الاهلي. ولاعيبه النادي الاهلي النهارده زي ما انت قلت هم مركزين كويس قوي عشان عارفين امكانيات فرقه بيراميدز. بيراميدز لا، بيراميدز كان محتاج يجيب هدف في الشوط الاول عشان يقدر يلعب بحريه. لو كان في التعادل 1-1 في بدايه الشوط الثاني كان المباراه هتبقى مفتوحه على الفرقتين بالظبط.